هو ممكن ابقى شخص بيقدم شيء جديد على حضرتك، فحضرتك او حضراتهم فبيحصل لهم شوك فبينتقدوه. وانا انا مؤمن جدا ان اي شيء جديد بيتم لفظه في البدايه، اي شيء جديد. يعني الراجل اللي طلع اول مره طلع القمر هو اللي اتقال عليه مجنون، وهو اللي شتم، وهو اللي حصل له حاجات غريبه. ولكن تاني واحد لما قال هطلع على القمر بدانا نشوفه هيرو. بس التاني اللي طلع عين اهله، الاولاني اللي هو اللي عمل الشيء الجديد ده، هو ده اول واحد خد كل حاجه في وشه. ولو طفل صغير اكلناه حاجه هينفذها في الاول، بعد كده هيبلعها بس يشمئز شويه، بعد كده هيعيط عشان ياخدها. انا حريص على ان انا اقدم شيء جديد، وبحس ان اي شيء جديد هو قاتل للملل. اي شيء حاجه، اي حاجه جديده. واحنا مهنتنا انترتينمنت، احنا مهنتنا الغرض الاول منها التسليه.